تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، هل تقوم شركات المحمول بأعمال تجسس لصالح أجهزة المخابرات؟ شركات الموبايل في كل مكان في العالم عندها معلومات لا نهائية، ملايين المشتركين، كل مكالمات المشتركين يفترض أنها تحت سيطرة هذه الشركات. بعض الشركات في العالم بتقول مش تحت سيطرتها، إنما البعض بيقول إن كل المكالمات تحت سيطرة هذه الشركات. وبالتالي بقى مش المكالمات الشخصية والعائلية فقط، مكالمات أطباء، مهندسين، علماء، سياسيين، مسؤولين اقتصاديين، يبقى الأثر الاقتصادية والسياسية وبعض الأمنية والعسكرية ممكن تكون موجودة عند شركات الموبايل. اتكلمنا قبل كده ان لوموند ودريش بيجل في فرنسا وفي ألمانيا اتكلموا عن ان في تنصت حصل على مكالمات وتسجيل مكالمات من قبل أمريكا تجاه فرنسا وألمانيا، وقلنا ان في مليارات الدقائق المسجلة من قبل المخابرات الأمريكية لمتحدثين في فرنسا وفي ألمانيا. يبقى إذن فكرة التنصت في العالم قائمة، مراقبة المكالمات في العالم قائمة، تكاد تكون معظم المكالمات في العالم مسجلة. شركات الموبايل، السؤال بقى، هل هي جزء من أعمال التجسس والعمل لصالح أجهزة مخابرات، ولا شركات الموبايل دي حسبة مالية وفنية بحتة لا علاقة لها بعمل استخباراتي أو أعمال التجسس؟ هل الموضوع كله مجرد أبراج المحمول والمشتركين والخدمة الفنية فقط؟ الموضوع مجرد موضوع اقتصادي هندسي بحت، ولا الموضوع فيه سياسة، فيه تجسس، فيه أعمال استخباراتية؟ في انطباع في العالم، انطباع إن كتير من شركات الموبايل تعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية، لكن هذا الانطباع صار حقيقة بأن أمريكا قالت رسميا إن شركة تشاينا موبايل، الشركة الصينية العملاقة وأكبر شركة محمول في العالم، مرفوض أنها تشتغل في أمريكا. سنة 2011 شركة تشاينا موبايل قدمت طلب للحكومة الأمريكية أنها تشتغل في أمريكا. تشاينا موبايل أكبر شركة محمول في العالم، فيها حوالي مليار مشترك. هذه الشركة راحت أمريكا زي ما كل الدول فيها شركات أجنبية اتصالات، وقالوا عايزين نشتغل في أمريكا. من 2011 مفيش موافقة. 2018 إدارة الرئيس ترامب رفض أن تعمل شركة تشاينا موبايل في أمريكا. ليه؟ اللي كنا بنقوله في الأول ده، بس بقى ده مش انطباع أو دي مخاوف أو مجرد دردشات أو تصورات هائمة عند الأفراد، إنما ده كلام الإدارة الأمريكية، إن تشاينا موبايل شركة المحمول العملاقة الصينية خطر على الأمن القومي الأمريكي. ده النص اللي اتقال رسميا في أمريكا، إنها ينبغي ألا تعمل لأن هي بتقوم بأعمال تجسس وأعمال استخباراتية، وأنها خطر على الأمن القومي الأمريكي. يبقى إذن هنا ما كان يبدو في الأول أنه مجرد دردشة أو مخاوف، أو البعض يقول إن في هذا الكلام كلام غير دقيق أو تحليل غير دقيق ومخاوف مبالغ فيها، دلوقتي أصبح مؤكد بالنسبة للإدارة الأمريكية إن شركة موبايل في دولة منافسة أصبحت أمريكا رسميا بترى هذه الشركة تهدد الأمن القومي الأمريكي، إنها تتجسس اقتصاديا، هتتجسس على التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، هتتجسس على براءات اختراع وتاخد الملكية الفكرية أو تشتغل بدون دفع تكاليف الملكية الفكرية، وممكن يكون في تجسس سياسي وتجسس عسكري، وإن الصين لها أنشطة حسب أمريكا في هذا المجال. إذن خلاصة هذا الموضوع أن أمريكا تتهم أكبر شركة محمول في العالم تشاينا موبايل أنها تتجسس، تعمل لصالح جهاز المخابرات الصيني، أنها تستهدف التجسس الاقتصادي والسياسي على أمريكا، وأنها خطر على الأمن القومي الأمريكي. ده يدينا انطباع
ان ممكن ده ينطبق على شركات محمول اخرى، وان مش فقط تشاينا موبايل. واذا الامريكان بيتهموا الصينيين اكيد الصينيين بيتهموا الامريكان، واكيد الاوروبيين بيتهموا شركات محمول خارج اوروبا بنفس الهدف. يبقى اذا كلمه ان شركات او جمله ان شركات الموبايل ممكن تهدد الامن القومي لم تعد مجرد مخاوف هائمه، وانما اصبحت بتصورات الاداره الامريكيه واتجاهاتها حقيقه مؤكده على الاقل تجاه شركه المحمول الاولى في العالم تشاينا موبايل. اثنين، هل قامت روسيا بدعم البريكزيت واخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ اتكلمنا قبل كده ان اكبر حرب بارده في العالم الان بشكل حقيقي في تقديرنا هي الحرب الباردة بين بريطانيا وبين روسيا. الحرب الظاهرة أمريكا وروسيا، أمريكا والصين، إنما في حرب جانبية في تقديري أنها الأخطر، بريطانيا وروسيا. كلمنا قبل كده عن الاثنين اللي تم تسميمهم بأسلحة بغاز كيماوي فيما قبل، ثم اثنين فيما بعد، وماتت سيدة مؤخرة من الاثنين دول. إذا بنتكلم على هذا الطريق في المواجهة بين بريطانيا وروسيا، اتهامات من بريطانيا ونفي من روسيا. طريق آخر، اتهامات من بريطانيا لروسيا ان في تجسس الكتروني او حرب الكترونية تستهدف الحكومة، الانتخابات، حزب المحافظين، حزب العمال. طريق ثالث في الاتهام، وزير الدفاع البريطاني قبل كده اتهم روسيا ان الغواصات الروسية بتعمل كده مناورات قريبة جدا من كابلات الانترنت البحرية اللي موجودة تحت المحيط الأطلنطي بهدف قطعها في أي حرب قادمة، وده ده يؤدي إلى قطع الانترنت من كل هذا العالم، ويؤدي إلى خسائر بأرقام خرافية لاقتصاد بريطانيا وأوروبا والغرب. إنما الجديد، لأن احنا اتكلمنا قبل كده في هذه السياقات، ما هو السياق الجديد؟ الجديد أن صحيفة الأوبزرفر البريطانية نشر التقرير، هو متكرر في الصحافة البريطانية، أن روسيا متورطة في موضوع البريكزيت اللي هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إزاي متورطة؟ الأوبزرفر بتقول أنه سفير روسيا في لندن اشتغل على أن التصويت بتاع البريطانيين يكون في اتجاه الخروج. كان في تصويت، هل توافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ هتقول آه أو لا. الناس قالوا آه، وبريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وحاليا مفاوضات للخروج التفصيلي والفني من الاتحاد الأوروبي. الكلام بقى إيه؟ إنه الناس قالت آه نتيجة إن الروس هم دعموا اتجاه نعم في هذا الاستفتاء، إنهم يخرجوا من الاتحاد الأوروبي. سواء بقى صفحات فيسبوك ممولة أو موجهة روسيا، أو سواء بقى اتهام مباشر إن أكبر ممول لحملة لنخرج من الاتحاد الأوروبي أو غادر الاتحاد الأوروبي، أكبر ممول لهذه الحملة طلع إن هو قابل السفير الروسي في لندن 11 مرة على الأقل حسب الأوبزرفر. طبعا الروس بيقولوا ده كلام ملوش معنى. يعني إيه السفير الروسي قابل رجل أعمال 11 مرة؟ ما يقابله 200 مرة ولا 300 مرة. ما كل السفراء بيقابلوا كل رجال الأعمال، مئات من رجال الأعمال. وزي ما السفير البريطاني في روسيا بيقابل رجال أعمال روس كتير جدا، فالسفير الروسي في بريطانيا بيقابل رجال أعمال كتير جدا. إيه وجه الغرابة إن سفير روسي في بريطانيا يقابل رجال أعمال؟ وإيه وجه الغرابة يكون هذا اللقاء متكرر؟ وإيه وجه الغرابة إن يكون من بينهم أكبر ممول لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ ده كلام الروس. كلام البريطانيين لا، لأن طبعا 11 مرة كتير مع أكبر ممول في وقت قبل الاستفتاء، وبالتالي إنه غالبا أثرت بريطانيا في هذا الاتجاه. الرئيس بوتين بنفسه رد كان يعتبر مباغت في هذه المعركة، لما قال إن الكلام ده مش صحيح وإن ده هراء حسب وصفه، وقال إنه في ناس كتيرة في بريطانيا بما فيها كبار مسؤولين قالوا لنخرج من الاتحاد الأوروبي،
وزير الخارجية نفسه المستقيل بوريس جونسون قال لنخرج من الاتحاد الأوروبي، وكان وزير الخارجية مع البريكسيت. هل ده معناه ان ده عميل لينا؟ ده الكلام اللي قاله الرئيس بوتين. انما الانجليز عندهم تصور ان بريطانيا كانت عرضة لمحاولات او لضغوط او لتمويل او لتوجيه من قبل روسيا للرأي العام علشان الناس تقول نعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نوجز ما سبق، يبقى إذن في أكتر من سياق في إطار الحرب الباردة بين بريطانيا وروسيا. في سياق اتهام لبريطانيا، اتهام من بريطانيا لروسيا بموضوع الأسلحة الكيماوية كل شوية حد والتاني. في اتهام باستهداف الكابلات بتاعت الانترنت في المحيط الأطلنطي. في اتهام ان الأسلحة النووية موجهة لبريطانيا. في اتهام جديد غير بقى التجسس على الحزب والانتخابات ان روسيا هي التي وجهت الرأي العام البريطاني لموضوع البريكزيت او التصويت بنعم للخروج من الاتحاد الأوروبي. ثلاثة، ماذا يعني انتهاء الحرب رسميا بين إثيوبيا وإريتريا؟ إثيوبيا وإريتريا كانوا دولة واحدة. إريتريا بتحاول بقالها عقود ان هي تستقل عن إثيوبيا، فخاضت حرب 30 عاما، 30 سنة تقريبا، 3 عقود، وإريتريا تكافح من أجل الاستقلال. ثم استقلت إريتريا عام 1993. إنما بعد الحرب ديت اللي قعدت مدة طويلة جدا حتى الاستقلال 93، جينا بعد 5 سنين فقط سنة 98 حرب 3 سنوات، يبقى حرب 30 عاما ثم حرب 3 سنوات، 98 99 2000. في ال3 سنين دول نتيجة صراع على الحدود برضو قتل الكثيرون. الضحايا نتيجة هذه الحرب 80 ألف قتيل، رقم كبير جدا، مش 800 أو 8000، 80 ألف قتيل. من 98 ل 2018 20 سنة، 20 سنة من الحرب الرسمية. لكن من 2000 لغاية دلوقتي مش حرب رسم، مش حرب حقيقية، وإنما حرب باردة أو حرب رسمية فقط. هذه الحرب الرسمية اللي هي بعد 20 سنة من 98 وضعت أوزارها 2018. الزعيم الإثيوبي راح قابل الرئيس في إريتريا وحصلت قمة ثنائية. بموجب هذه القمة تم التصالح وإنهاء الحرب رسميا بين الدولتين. لم يعد هناك عداء رسمي بين إثيوبيا وبين إريتريا. كان في قطع خط الطيران، رجع الطيران. كان في إلغاء سفارات، رجعت السفارات. كان في إغلاق حدود، رجعت الحدود تاني مفتوحة بين الدولتين. وفي كلام عن تعاون اقتصادي وأمني وعسكري بين الدولتين، بين إثيوبيا وبين إريتريا. هذا التصالح أو إنهاء حالة الحرب الرسمية بين إثيوبيا وإريتريا، وأكتر من كده بقى تفاهم استراتيجي واقتصادي كبير جدا بين الدولتين، من شأنه أن يؤثر كثيرا جدا جدا على التوازن في منطقة شرق إفريقيا. وسوف يكون هناك جديد في مراكز القوى ومعطيات والمعطيات الجيوسياسية في شرق إفريقيا بعد هذا التعاون وربما التحالف بين إثيوبيا وبين إريتريا. هذه هي نتيجة امتحانات رواد الفضاء 2017. رواد الفضاء طبعا حلم ناس كتيرة جدا إذا ما كانوش يبقوا رواد فضاء إن هم على الأقل يتابعوا أخبار رواد الفضاء. البعض بيسأل إزاي ممكن حد يكون رائد فضاء في وكالة ناسا؟ الشروط كما يلي: نمرة 1 لازم يكون أمريكي الجنسية، نمرة 2 لازم يكون يجيد اللغة الإنجليزية طبعا واللغة الروسية، نمرة 3 لازم يكون خريج علوم أو طب أو هندسة. النقطة اللي بعدها لازم يكون ضابط طيار عسكري قاد الطيران الحربي أكتر من 1000 ساعة. بعد كده ياخد تدريب من 2 إلى 3، بعد كده يبقى رائد فضاء.
إذن دي الشروط علشان حد يقدم في أمريكا من الأمريكيين علشان يكون رائد فضاء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. امتحانات السنة اللي فاتت 2017 قدم عدد كبير جدا، كام؟ 18,000 حد، 18,000 شخص قدم على امتحانات أو اختبارات رواد الفضاء في وكالة ناسا. نجح قد ايه؟ نجح 12، يبقى نجح 12 من 18,000 واحد قدموا. طبعا ان حد يكون رائد فضاء زي ما قلت لحضراتكم ده شيء رفيع المستوى، وده حلم لشباب كتير جدا، وكمان اخبارهم نفسها بيتابعها مئات الملايين حول العالم. لكن المدهش في الهند في واقعه طريفه جدا، ان الاول مره حد ينصب ان هو رائد فضاء، بدل ما يروح بقى يتعب نفسه ويشتغل يبقى رائد فضاء في وكالة الفضاء الهندية أو وكالة فضاء الأوروبية أو الصينية أو غيرها، إنما هو فضل هذا اللص واللص زميله، اتنين من اللصوص، إن هم يمثلوا أنفسهم باعتبارهم إن هم رواد فضاء، فانتحلوا صفة رواد فضاء ولبسوا لبسوا رواد فضاء زي ما هنشوف في مقطع الفيديو اللي بثته الشرطة الهندية. لكن الاثنين دول راحوا لرجل اعمال ملياردير وبعوا له كلام فارغ على ان ده بينتج طاقه كهربائيه وان ده اختراع عبقري ولازم يطلع بيه على وكاله ناسا ويكسب منه ملايين. فدفع لهم 200,000 دولار في الكلام الفارغ ده، لكن بعد شويه تم القاء القبض على النصابين اللي نصبوا على ان هم رواد فضاء. طبعا العالم من الميكروسكوب الى التلسكوب. ميكروسكوب اللي هو مهمته يشوف الأشياء متناهية الصغر، التلسكوب الأشياء متناهية الكبر. بمعنى الميكروسكوب الحاجات الدقيقة جدا جدا جدا، فمثلا قلم زي كده فتلاقي عالم بالكامل داخل كل ذرة من هذا القلم أو أي مادة موجودة، فمهمته الأشياء المجهرية الدقيقة جدا جدا جدا. التلسكوب العكس بيشوف الحاجات الكبيرة جدا البعيدة جدا، فالتلسكوب بيتجه للكون، الميكروسكوب بيتجه للحياة البيولوجية على الأرض بالأساس. التلسكوب الصين أبعاد 9,000 مواطن من بيوتهم علشان بيبنوا هناك أكبر تلسكوب في العالم، تلسكوب فاست، ده أكبر تلسكوب على وجه كوكب الأرض. في اتنين تانيين كبار جدا، واحد في بورتوريكو وواحد في شيلي جنوب العالم أو جنوب شيلي. اللي في شيلي ده عملاق، يعني عشان تاخد منه صورة الكواليتي عالي جدا جدا جدا، عشان توصل لأنك تنزل هذه الصورة محتاج ما يعادل قدرة 16 مليون كمبيوتر. عايز كمبيوتر يكون مستوى قدراته يساوي مستوى قدرات 16 مليون كمبيوتر عشان تقدر تطلع بالصور الممتازة والمذهلة اللي بياخدها تلسكوب تشيلي. تلسكوب بتاع بورتوريكو عمق الفوهة بتاعت التلسكوب كبيرة جدا، 305 متر، أكبر حاجة في العالم. لكن الصين بقى جاية تذهل العالم أكبر وأكبر، 500 متر، يعني قربت على ضعف تلسكوب بورتوريكو. تمشي حوالين الطبق لوحده 45 دقيقة مشي حوالين هذا الطبق اللي هو هيكون أكبر أذن في العالم، أكتر أذن في العالم في الكوكب كله هتسمع الكواكب الأخرى. احنا عارفين العلم توصل إلى الكوكب التوأم اللي هو زي الأرض بالظبط، في كلام ممكن تكون مخلوقات هناك. التلسكوب ده هدفه أن يتواصل ويسمع أي كلام صادر من هذا الكوكب. الصين قالت سبتمبر 2016 هذا التلسكوب سيبدأ العمل. الجيش حفظ الله مصر.